بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب النهي عن نقرة الغراب. باب كاسا أني وصهر باب كلا إذي كصهر سكوا سمر كانيق وأيضا بيان وحباب يسري بدل أسكر ريبي عن نقرة الغراب تكها كوينتيسا إن هالمر تكمر قوح أبها يا موحونها وواحد دكتوني بدون حذر بدون هالمر بصايد هذا وبوفسية مركا إن سجودي سيادو تكا بحقوران هيا أما عبا هيا أضب بسيسو أيا النبي وما ذكر ريبي. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري عن شعيب ابن الليث عن الليث بن سعد قال: حدثنا خالد يعني بن يزيد الجمحي عن أبي ابن أبي هلال سعيد بن أبي هلال عن جعفر بن عبد الله الأنصاري أن تميم ابن محمود الليثي أخبره. تميم بن محمود الليثي بأو الرمي تابعي قاهوري أن عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ومضوا حكر ربي عن ثلاث صدح حاله صدح أرهموت بنبي ومذكر ربي عن نقرة الغراب تكها كوينتيسا أما قبنتيسا يوفتراش السبعي دغاقة قوغلت كسي جنيس افتراش السبع يعني افتراشا كافتراش السبع بيكادي بانتاي. وأن يوطن الرجل ننكو إنو قبتيمو المقام في الصلاة بوز المكان في الصلاة إنو ميلون قبتيمو وكقبسين برتو كما يوطن البعير أي كما يألف البعير. أن يوطن أن يألف الرجل روح إنه قبتيما أو برتوي المقام سيدك مكة توقع شنا هل ميلون هل بوس أنا أتكلتو كتو يجلي بك هذه اللقطة هل كان ميلون برتا كما يوطن البعير رسول النفك الجيل أما رتوق وفريستا سبادة ميشو كفريستا ماني كو رئيسو فريستا النفك الجيل أما خاصة أورتو كالي سيدو كالي حرادة مركة اللو دي السنة أي اللو أو دي حرادة ميشو أوه الرئيسة وهبينك أوه الرئيس بريون بقصو النقضاء انت لا دقاني هيقول حرادة أيضا حديث كو وين نصوم مرة فيه بداو سديد كون سديد بغل لحنا الله بأنه كون صوم مرة وانا ضعيف حديث كو بهذا الإسناد وتميم محمود بعد الله وعي اللي الليثي ننكاسا ضعف كجرة وننكاسا اللي سكوهاية ننكا اللي الإمام معوهاي ذهبي يو بخاري وحيد هذان في حديث النظر في حديث النظر يو سيدات تايدنا ابن حباني ابن خزيمة يحاكم يو حديثك سوي حجيان حديثك سوي حجيان لكن حديث الشاهد كلو ليه هاي من حديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عند أحمد ويكون ما دين صدح لن حالبا أنه عن نقرة الغراب افتراش السبع يو أن يوطن الرجل مكان في الصلاة كما يوطن البعير شاهدنا شواهد بضان اللبضان فقرية الضمبو إليين افتراش السبع لبض فقرية أخرى سنجد افتراش السبع نقرة الغراب شواهد بدن باكو من حديث كأنس كي أبي هريرة حديث دورة كتيمد مركة انتو هوري أيضو ويستغنت هاي لكن قيبت الذنبه وأيوطن الرجل المقام في الصلاة كما يوطن البعير يرقق الكود ضعيفيا مركة سيد الراجحان انو استغنيها وحديث كاس عبد الحميد وسلم عن أبيه عند أحمد بأمهراتك عيوا حديث استغن وحونا الديدان يا حديثكو إن لشبهوتكها لشبهوت ضغاء حق الجنية فتسد كمكة لسجودها هايو لشبهه أورط يجيرة مكان ككلي أنا قبطينته ودمالهم كنت كتو دنك مديقنا المرتلمة دي دونه محمل لكن دنك مديق حتى إن هل مالهم كفرزته ودبوس كأون أتكشف روده أي الذي دنيا هاي باب التجافي في السجود سجود كديران تدل يعني بمعنى التجافي في السجود سجود ما كلا سجود إن للعيادة أي جن عيادة جعمها أي عيود الله قدير أيه أي بابي هاي. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله هو ابن عبد الله بن الأصم العامري عن عمه يزيد ابن عم بن عبيد وهو ابن الأصم عن ميمونة بنت الحارث نكا عبد الله ابن عبد الله بن الأصم كاسي حابت حلوة مقبول من السادسة وهدو عبد الله هي لكن بعض النصب عبيد الله قرأي عبيد الله سوان صدوقه عبيد الله بعض النص قرها يعني مك عبيد الله سوان كان مقبول كه مجهول الحال عند الحافظ هذو عبد الله النقض بالمكبر مركز وصدوق ذهب وثقة مبيدة هذا
أنا مركز هو مكبر أي قرآن عن عبد الله ابن عبد الله من الأصم بأيدهم بعض النسخنا عبيد الله بالقرآن يعني. عبد الله لا سنة اللوب بدني هاي حتى في صحيح مسلم عندكم ما دايو أدب لسكوك خلاف النسخه بعبرنا عبد الله بالقرآن من عبيد الله عن عبد الله ابن عبد الله من الأصم عن عمه يزيد وابن الأصم عن ميمونة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مرك سجوده جاف يديه قعميس كف وانجر لنعيده حتى لو أن بهمة إلى نف أريه بهمة وبراركة براركة نيشة يوانك يركة مهبنا الليل هذا هذه وحرأيته سخلا الليل ويكل الدوين أرادت أيضا أن تمر إنا مرته تحت يديه قعميس وصد مرض ويمر لهيد نبا مرك سجوده يسوه قعمه وقف وقين يبقى يدنعه هدي نيل أما براري يروض معينه مره هل كان وكدب سكره ومري كره أصلاً وقت قب حنين مركز سيدا عند عمل لوك لفوجي ولوجود دلال للدونه هياوي باب الاعتدال في السجود سجود إن لا سن هذا ولا كهذا أن لك أن لا يسجدين وسيتوس له سجوده أخبرنا إسحاق مراهيم الحنذلي قال أخبرنا عبد بن سليمان الكلابي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حاء وأخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري عن خالد ابن الحارث الهجيمي عن شعبة الحجاج عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود سجود أكاد السنادة اعتدال في ذو اعتدال نسبة السجود والكردير يقارك الدنبا كورمري قارك هورانا كورانا هوسب مري يحوي وإنسدي سجود اعتدال كذل الله وطلق للي ماده ولا يبصد يسنفدن أحدكم مدكين ذراعيه للمديسة إن بساط الكلب أي بصد للمال أفرصده يتنيها اللفظ لإسحاق لفظ إسحاق بهم بإسكال إمالها إسماعيل مسود الجحدري بشيخ وجيدة وأنا واجب اعتدال كأسقا طيب هذه مركة إن بساط كم بساط الكلب للي مادنا نهي يوحو فائدين جرية خلاف كود جريبة قد يضع النقونيسة باب إقامة الصلب دبرك إن للتوسيو في السجود سجود قده هذا أخبرنا علي بن خشرم المروزي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن الأعمش سليمان بن مهران عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ مجده صلاة صلاة ما أصحد الله يقيم الرجل منك سنتوسين فيها قده هذا الصلبة ودبر كيسة في الركوع الركوع ده جوده هذا والسجود سجود جوده هذا بقى وإنه صوم مرة مركب بحثي كجرا نفي الإجزاء ماذا يفيد عند الأصوليين لابد القول قولك الراجح أنا إنه البطلان لا تجزي أي لا تصح يكاد ينتهي ونفي الإجزاء وحكى لازم نفي القبول وصحة معا باب النهي عن كف الشعر في السجود ريب الله يذكر ريبي أنت ما هل العلي سجود الدحة هذا تم بضم الله رضي الله هاي إن أدعي العلي سين الله قال إن سايو حكم دي علماء قبطه كفي قاني نبي قديدة إن كم أركان لعلعشو تيمهنا لعليا إن في الصلاة أي مركز لحظة طاي نو من علماء بضم حكسو القورية إن حتى خارج صلاة إلا متاي في شرح مسلم أخبرنا حميد من مسعدة البصري عن يزيد وابن زريع قال حد أبو معاوية البصري قال حددنا الشعب من الحجاج وروح يعني ابن القاسم رحمه القاسم عن عمرو دينار المكي عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت وحال إفري أن أسجد إن كسجود على سبعة تضبح منه دشد أن كسجود أما أن كسجود ولا أكف وألا أكف إن العلن الرهيب شعرا تمو ولا ثوبا مرنا صلاة دحيدة أي الله يدي ذي قل لها مركب كفة سيئة خارج السلام حيلي وانت هذا السوق لنا الحيدة تود شارك للعبة تود يسروك للعبة أولها سا لديدين يعي باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوس وحبابي هاي روحي تكذي مدعسي والضبا مثل الذي يصلي كي تكذي تساليه ورأسه مدعسنا معقوس واتمها انتي سالو رجي إن ماشا كوكتا لسكو قيو كدمنا لسكو عليا لسكونا بصدي دمرك والسمايان ويعقسه أخبرنا عمل سواد بن الأسود بن عمل السرحي من ولد عبد الله بن سعد بن أبي سرح صحابي قاسوا كفر عموي صحابي عبد الله بن سعد بن أبي سرح يتقرن يزاني عثمان بن عفان حق نقمد يوالك أهاي من كتبة الوحي بوها وأقدم بوري الدوبي مكو وعر رأي كفار قريش بقبيري أدنا مالك فتح مكة
ايا عثمان امان قاضي وكي مركه عثمان سو ما ان غالي نبي ييمد كدبنا هو اسلام وحسن اسلامه رغي واجد مقيمها بناب اي وليبا دول هذا لو يقان تونس في افريقيا وقوي اسغا قبطي خلافه عثمان ان هذا قيم بدن بواجد ما الهو كبري ان وإلهي أسوء سجود تلودر أسوء صلاة كجرة وإلهي نفتك قاعد ما عليهم مركن ثم صار كسب بحر رمل السوء هذا ما يشان فلسطين رام الله أيوة قانا السوء هذا صلاة فجر السوء تكذي يوحول إله صلاة فجر تكن هي ما لك أدون كما لك وجود بيس كده مركو سلام النقصي ده كم يدقو سلام النقصي نفتك بعد دو تكن قيمة بلام بوها وردده هراء وكتابت كان مرك ويل وذلك حافظ كعمر ابن السواد ابن الأسود ابن عمر السرحي ونسبة إلى جده الأعلى أي مرك الله تيري قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا عم حارث أن بكيرا يعني ابن عبد الله الأشج حدثه بكير بأول رمي عم حارث أن كريبا مولى بن عباس كريب بن مسلم أبو رشدين مولى بن عباس بوعان كوي هاي حدثه حوش لي وكتبي عن عبد الله بن عباس إن أنه رأى عبد الله بن عباس إنه أركي عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث ويصلي تكنية عبد الله بن الحارث ابن أبي ربيعة وتكنية ورأس مذي حسونة معقوس للضبي من ورائه حق الدم الله قدر إنتو تمين حق الدم كسر كعيو ماشى كوكتي ما حبرتن كيس كوك كاني مركز وساس كورجي المركز اللي انتي لغ سو أوروريو لو رجها ده هلك إن لغ أوروريو كد من الاسكحر ايغا ان واشي كلام لو قبطه عقس وواسداس فقام واستغى ابن عباس فجعل وحقد قال يحله انه فرفره هي تميه دبناب فرفري او سيدا يتم والمشي سكري فلما انصرف مرق صلاه عبد الله بن حارث كبحي اقبل وحك سو جلسده سو قابل الى ابن عباس بو سو قابل فقال وحرم لك وراسي مضحي محاكا خسيه اي مضحي اديه مضحي محاسك كن قال نين تكون هي تميه سمعك دونت قال وحول ابن عباس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاما ما يقول أصدقوا له إنما مثل هذا كنت ساريه سوحاوي أو لمدي هاي روح تكنها يورنين رقع حقا نتمه أدب رقع بألقها الله يضمر كما إنما مثل هذا متكن ساريه سوحاوي مثل الذي يصلي سيد من تكنها يقول وهو مكتوف أصدقوا قرب الضوبا كتب جوا إن لب الدبلة لو يحره وإن دعمان تلسوكا جي دبوا لب لو يحره صادم بلو يحره لب الدبلة إن قدرها نصوم عليه وهو مكتوب مصاب قرب الضوبان رواية أن سومر ولي حديث أبي داود أن يكون مرة هو يصلي مطفور الرأس مقعودا من ورائه سيدا صوي حديث كعد حنقلوا أبي داود قصوا مرة عبد الله أبو رافع أبو رافع مولى رسول الله وقصوا به حسن ابن علي ومركا تكن أصون وتم أود بنيهين أو يتم أود بنيهين مركز فرفري حسن مركز صلاة كبه حيب الواسد محط يقربتي مركز وحيب النبي محمد وحان مالي ذلك كفل الشيطان أما مقعد الشيطان الشيطان كبول ودقوي ماشان أيضا أساد يجيل انتما هذا مركز عبد الإبن عباس نمكتوف فصيري سحابي كلنا وحقي النبي محمد وحان كم مغلق صور ومقعد الشيطان لبضا معنا بين إسكينة هيانو إسديد دني بادعي كرته marka inay isla hawsha banaaneen oo xaraanta hay wa xadiidku ku cadaayay xadiidka Abu Rafi' ba fi sunnah ibn Daud ku soo maray wa marka in la iska ilaaliyo la iska daayo weeyo hawshaasi ama macna hore kaftiga aha bay u dhalisna wadaha qaar kood oo timaa inaan reereebin oo cilcelinin timo ha dheerada in la duubo ma aheyn inay kula sujuudaan bay ahayd laakiin xadiidka daaris waxa ka muuqata macna oo khaldan oo kale oo meesha ku jiro saxaabigu u diiday qadiyada ee ma aheyn kaftiga kaliya باب النهي عن كف الثياب في السجود هذا يوحي نصور مريي عن كف الشعري هنا أنا ركب وقود بي ريبيد الله يسكر ريبيد درك إن لعلي يمريها كل دعاية في صلاة دحذ هذا انت حلق دعاية نوى سجودة وبدان هذه انت رأي لما وضقتن طيوة وطوصن طاية أخبرنا محمد منصور المكي عن سفيان بن عيينة عن عمرو دينار عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال أمر النبي نبي وحال لفرين يسجدين وكسجود على سبعة أعظم تضبع حبنوت تضبع اللفوت ونهي سبحانه وحال لقره بي أن يكف إنو العشه الشعر تماها يوثياب نركب إنو العشاء لقره بي خارج الصلاة يداخل الصلاة لوضع رأيبا لوكلا جبين يهي وحان لو بدين يهي خارج الصلاة حتى إنه لمتها لو بدين يعلو بدين لكن الدلد وحاد مودة
إن صلاة جوده هذا يحكو قيديسو باب السجود على الثياب ترك دوشي سئن لجو السجود ترك دوشي سئن عماد قط بنيد يمرد أدود تينا دقطة أدنى أظهر وقاتئ أخبرنا سويم نصر المروزي قال حد أخبرنا عبد الله بن مارق عن خالد بن عبد الرحمن وهو السليمي قال حدثني غالب القطان وغالب بن خطاف القطان بل يقال عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا وحنا إذا صلينا مركن تكنه خلف رسول الله النبي محمد قداشي سأنه كنت تكنه بالظهائر جمع ظهيرة ظهردي هو نسكه ورمالك بالظهائر جمع ظهيرتنا والظهرد أن لا تكنه سجدنا وأن سجود جر على ثيابنا ركنا أنك سجود جري اتقاء الحر كل الكعرر أما كل الإسكيالين كل الكطورسي ركب كل المركة مرادي يريد القبطي بعد قيب يركضنا إسا حديث كمركة علوم جمهور تحيود لي شدين إن روح يكون سجود كره شيء متصل بها مرا أسق الله الله صعوته إنه يكون سجود كره وحين اللي مركة هذه اللي بشيو اللي يحدع كرت مرضنا أي في السدين صحابة وإنه مركة لو لك دكتين بقى أهي يا دع كرتة وحي لي هنا كذا جوابين حتوصي توصي يعني مرض متصلة أهي سجود اللي قيدي لأنه هذا إذا متصلة مركو رئيس كسيد قال لها ينبا مركو يستوي سجودة عن الركوعان ويسجودة إجاران وحي في السنة إنه يهي ماشي يكو عضاي من هذا الحديث في مركة سلف كسبو خلافين عمامات دقول طوبا مدح كو قدوبا يدو سيدة قدوبا مكو سجودة كرتامي سوا قصب وجه إن لبنية جماعة من السلف إن لبنية كتاقين جمهورتنا وحي قبائن سن وحدي باق لهي بل حسن البثري وحاكسوا إنه يلي في سنن البيهق الكبرى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته ويسجد الرجل على عمامته بسند صحيح عن حسن البصري يصحاب ولي بأتيري انتو أركي أم انتو لغو الرمي بوكا والرماية حديث كان نوديلا وحفارقه وين أمر لحيه لكن إنا في عنتها أما اللوبطنا حق رقان أهان لمديد وعلى سوية محارم به طيب الشافعي ده أذكر قول بتقضيات ده واللي بمرضه متصلة ده كان يدو كور العمام اللي جوست جوده يهولها سو ركبة بالقى به لكن مرضه متصلة ده وقد قال لما باب الأمر بإتمام السجود أمر كلا إسبري سجود إن لا دم يسترون المحوها اللي بوسينين أخبرنا إسحام إبراهيم الحنذلي قال أخبرنا عبده ابن سليمان الكلابي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع لما يسترى والسجود يسجود دبا فوالله الله أنك دارت إني أنو لا أراكم وإذين جيدا خلف ظهري دبر كي حق الضمان إذن كأركايا في ركوعكم وسجودكم حديث كسوه ففاسا وحتى السحابة يقول عضي وين صوم الرأي انتو صلاة دي هاللي من رواية أحمد والنبي الهبر وصلاة كن نقو سانة صلاة ده أقلين باب النهي عن القراءة في السجود باب كان لف تركيسه يا حديث كبو إنه صامر لكن طريق كله هذا كوكينا هي ريبيد الله يذكر ريبين لغو قرآن آخر السجود أذكر بي سجود سجود ليه ده هي مركة قرآن إن لجليه على طريق قراءة القرآن لوجا يا أما من باب الدعاء إن يسند له هاي أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد البصري وعثمان بن عمر بن فارس قال أبو علي وحوري أبو علي الحنفي وحوري حدثنا وقال عثمان ابن عمر بن فارس وحوري أخبرنا وحوري كلا دوا هيا سياق الأداقي لبضي وريك هلا استعمال لبضي الشيخ أيوك كلا دوا هيا نينا أخبرنا بننا حدثنا انت سجدا لبضي مسكوعة فنانا وحيكو وحوض قلنا هي داود بن قيس داود بن قيس الفراء الدباغ عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أبي عبد الله بن حنين عن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال حولي سحابه نهاني حبي كانت على وحي قربي نهاني حبي ما بقى أنت على وحي قربي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث صدح بيدي ذي لا أقول أرنما ينهى الناس ذكو قربي لهم مايو لفظي النبي ومركة أن نهى الناس ما هين أنو إقربي علي وها سمين تدكو ييسن سمين لا يمرد هنا أدو ها سمين بالليلي مركة وأن حوجي ذا إنت باللفظ ولي ما دول حرفي حدثك عموم كيسال لكن معي ومدي ذكر صحابك لا أقول عرنما ينهى الناس نهاني النبي يغربي عن تختم الذهب ذهب كأن لقى فرات يشو رقه أي ذهب فرقش كدك ثاني يا فرات وعن لبس القسي
maryaha xayirta ah waa maryo asalkooda galiile iyo cudbi laga sameeyey, laakiin waxaa lagu gudbaa oo lagu mardeeyaa xariir baa lagu mardeeyaa. Dunta gudban baa inta badan xariir laga dhigi jiray, masar iyo meelahaasaan laga keeni jiray. Idan waxaa loo dida waa kowno ay xariir u badnayd weeye. Wacayl mucasbari marada la huruudeeyo nabigu ummadda ragga ka reebay inay xidhaan almufadamati gududkeedu uu tikhda yahay, gududkeedu dhicirta ay gududka lagu basay, almushbaca bilxumra weeye. walaa aqra'u inaan wax akriyin buu nabigu aan akriyo iga reebay saajida anoo sujuudsan, walaa raakicna anoo rukuucsan. rukuucda iyo sujuudana inaan ku qur'aan akriyo ii diiday, arrinka cayl loo diiday ummadoo dhan buu u yaalla. أخبرني أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرني من وهب أخبرني يونس حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس ابن يزيد الأيلي عن شاب الزهري قال وحور إمام كاس أخبرني إبراهيم ابن عبد الله أن أباه حدثه ابن عبد الله بن حنين أبينا عبد الله بن حنين حدثه أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله بأقره أبي أن أقرأ إن القرآن أقرأ الراكعنا والركوع سن قرآنك قيامك أيا الله وطلق قليل حلقة التاقن تيبا قرآنك الأخرية ركوع ذا دحل إذا القرآن لم أقول أو ساجد أمان وسجود سن نهي روى نهي تحريم ويسد الراجح أن من با نهي كرايا كرد جمهور سي أبدايين باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود حبابي هي أمر إذا الله إس أمري إن لقود ذا بريضة إيا طغمد إلهي سجود قوده إذا حل بركه وموضع بركه سنه ان لبريضه. اخبرنا علي بن حجر المروزي قال حد اخبرنا اسماعيل يعني هو ابن جعفر ابن ابي كثير الانصاري قال حدثنا سليمان بن سحيم المدني عن ابراهيم ابن عبد الله بن معبد بن عباس المدني عن ابي عبد الله بن معبد بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كشف رسول الله رسولك الهي بافيده قاضي الستر الداهي ayuu iska faydo gurigiisa waagu nabigu xanuunsanay xanuunku u dhiman doonay wa ra'su madaxiisuna macsuubun la kariimeeyey madaxa nabigu u xidhnaa maruu madaxa kaga xidhnayd madaxa duubnaa wa ra'su macsuubun asagoo la duubay ama la xidhay fii maradihi aladii maata fiihi xanuunku weliba nabigu u dhintay buu nabigu daahi fayday saxaabada oo tukanay qaala wuxuu nay markuu aray oo tukanayo jamaacada hayo ilaahay ku xidhan oo isku xidhan oo tukanayo nadaamsan wuxuu ihi allahuma hal ballaqtu allahuma gaadhsiiyey fariintaad ii soo dirtay eed ii dhibtay ummadda allahu gaadhsiiyey tiri allahuma guto ma gaadhsiiyey talaata maraatin buu saddex goor buu nabigu sidaa ku celiyey allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu innahu lam yabqa kama hadin min mubashiraati nubuwati nabinimada calaamaadkeeda wax u bishaaraynayay horbaxyadeedii ila ru'ya saalixa riyada wanaagsan un mooyeen mubashirad waa inaga soo marray waxaan loogu idlaaqay min baabi tafaawuli ru'yadu mubashirana way noqotaa munadirana way noqotaa yaraaha alcabdu adoonka muslimka uu arkahayo aw turaa lahu ama loo arki riyo wanaagsan aduu aad ku riyootay ama ruux kaleoo muslima wanaagsan uu kugu riyooday inta unba hadda waxaad wax ku ogaataan ood xog iyo wax ku qiyaastaan wax ku odorastaan idii hadhay waxyiga waa go-ay weeye alaa wa innii qad nuhiitu waxaa layga reebay anigu canil qiraa'ati fi rukuuci inaan rukuucda dhexeeda wax ku akhriyo iyo wasujuudi sujuudda gudaheeda faidaa rakactum markaad rukuucdaan haddaad rukuucdaan facadimuu weyneeya rabbakum khaaliqiinni iyo macbuudkiinni weyneeya oo wax tacdiim iyo tabjiil iyo takbiir ku jira iyo tanziih la imaada wa idaa sajadtum haddaad sujuudaanna fajtahiduu ku dadaalo oo badiya fi ducaai alla bariga fainahu qaminun waxaa dhow weeye oo badan oo halis ah an yustajaaba lakum in laydinka aqbalo ducada aad ku ducaysataan sujuudda gudaheeda qaminun jadiirun wa awlaa wa xariyun wa xaqiiqun bay la macno tahay baabu ducaai fi sujuud sujuudda gudaheeda in lagu ducaysto daahura alijtihaad buu sheekhu u baabaystay hunaana waa ducada mudlaqada ahayn akhbarana hanaad bnu sariya abu sariya alkuufi qaala عفوا عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن سعيد ابن مسروق الثوري سفيان أبيه وي سفيان بن سعيد مسروق الثوري وذاتك سفيان أبيه وي أبوه وأن ثقاء لكن ويلك هو جبل إمام الدنيا عن سلامة بن كهيل عن أبي رشدين وهو كريب ابن أبي مسلم مولى بن عباس وي أبي رشدين هي كريب مولى بن عباس كريب بن أبي مسلم وإيه رب أنب كوي ماذا خاصة في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بت عند خالتي بت وحان بريي وان لا سيخداي عند خالتي ميمونه حبريرتي اكتيدان سيخداي بنت الحارث اهيد لبابيه ميمونه ولا اها جابريتي بهي
حاسك النبي محمد وبات رسول الله رسولك الهي بابري عندها بين كان رسولك الهي با يد اسر دلمد او قرا فرأيت رسول كان أركي قام أصبه ويستاغي لحاجتي دنتي سبن وصبن وقع ويستاغي رواية كلا عديس النبي ثم قام فخرج فبال ثم أتى سقاء موكا يعني النبي محمد بعد توصيه رديد بكتوس مركز سوكاتش مركز النبي صلى الله عليه قام لحاجتي أي لبوله وي فأتى القربة مرك النبي صلى الله عليه وسلم قربة سبرار سبرار قربة وسبرارك سقاء ولا سكيد هذا فحل وحوح فري شناقها حرق جيري شناق وحرق أفك كحرا استبرار قديم فر الوحوح الأساس ملأ وفرهان تدي مشاهد وين دلع الله سمع رقعة مرنا أفك صدوم بعد رحلة لجحرا فحل وحوح شناقها مريك تدي أما حرق جيري سرقين تدي شنق وأسر كيس وشيء سرقين تله طيب مركز سرقين بالله سمع يا حرق كرك لجحرا يا ما أفك لجحرا يو استبرارك ثم توضع مركز النبي ويستقى وضوءا ويسو بين الوضوءين لو ويسو الدحية ويسو أن حل ديرين حقا أن يرين بنبي ويسيستر ويكال عدث لم يكثر وقد أبلغ ويسو سنبدنين حبنها دقيدو صدح صدح بنبي ودقجر انت بضان تانو حلقة مرمر كدقى ما الله بالله كدقى ويسو خفيفة ينبي ويسقاتي ثم أتى فراشه فنام مركو ويسقاتي أيو نبي قوشي ستقوان السحدي نبي قهدوها بين نماكعه وسو يستينو كدا أبضنيت ظاهر حديث كان أحد مودة نبي ويسدى سمركو ويسدين السحدي أنه سحدين صنو ويسدين بعد مودة نبي قلنا أصنو ويسقى منه السحدي وما بعد عمبا وليد بقى حتى هدوك كعجز إنو ويسقاتو قبل يسنجر حديث عائشة أكو يمت حتى أدوك عجز إنو كعوب بيها أكعو درب يقول نبي كو قبل يسنجري مركا سوهم ويسقى لأن أما أن قبل يسنين جنابك قبل يسنين أما أن قبل يسنين إنو سنسيحة نبي عائشة شكت فنام النبي قال سيحدها بينكاس ثم قام وحيو استقل ابن عباس قومة أخرى مركلوا النبي وكعي فأتى القربة سرار كبو التقي فحل وحيو فر الشناقها سرقنت يذيب فر أما حرق يذيب أفك فري ثم توضع وحيو ويسقط النبي وضوءا ويسو هو أصغب الوضوء ويسونه يعني ويسد ضميستنا الوضوء الكامل البالغ بوجهه ويسد هوري ويسو حي هيد خفيفة ومرك النبي ونسترات كنت كنين تنوى محي ووسط دمايستران صدح صدح ليسي يسد اللي يقاني بنبي هو يستل ويقانو وضوءا بويسد هو أصغب الوضوء ويسونا ويسكر من مجرته حصر وحصر إدافي هي حصر الدعاية الأورنجية ثم قام وإستاغ فصلى واتكذي وكان يقول في سجوده سجود سنبي حكورنا يا بينك أيضا ويستغن ويستاغ حديث وضغرنا يساندون مركة وقدوا كعي مركة دنبي مركة سنة ويسيستي مركة سنة نبي وسوغر بيستاغ سجود النبي إله كبر يا يبو هذا الله يا وسوغ أفسان إمامك حديثك وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا إله قلبي نور قلي نور أن حق كأركو كن الراعو واجعل في سمع نورا ما قلك يا الله نور قلي ما قلك وح ولاكسني وح خيرا موين حمام بقال له هم قشين هذه وح ثانية وح أنا معلق كان سن دكت إذا الله وجل عوي ودبعي واجعل في بصري نورا الله أرجع نور صار واجعل من تحت نورا حقه صار الله نور يقدك ومن فوق نورا حق كور نور الله وعن يمين نورا بمدقنا الله نور يفتن يقدك وعن يساري نورا بدحنا الله نور يقدك واجعل أمام نور هرصد الله نور يل وأعدم لي نورا إله النور كا وحلو أركا يبصير هذا الدين كله راعي إلا وإيوينه وحي رايقسينه وحبضان الله يقسي ثم نام النبي واسيح ذي حتى نفق إلى أخوريي يقول النبي هذا نسيح ذي النبي قوى أسهل لإنتو كعينه ويسيستو السيح ذو وإنتو كذا دانا كن نغضو هذا نسوكع وهذا نسيح ذو يعني لكن ابن آدم حقوبة هذي مركعان وهذي حقوبة كن نغضان سلادة فجر بين آدم كبضان لكن النبي وحوى يهبينك حلقي بأصدح قرافرك وانتو كعوء التكذا هدانا وكل نغضة سيحوضة هدانا ثلاثة فجرين وزكت كذا طيب فأتاه بلال بلال بأي يميت فأيقظه للصلاة بلال بأي يميت مركز النبي محمد صلاة بلال قاري صلاة فجر طيب مركة حديثك سوق ودير وففاسن بمفيح صحيح مسلم كوي مادة دعالة أن مركة سجود النبي قد أكو آخر روايتك لو حي تلمامها يعني إن مركة حد صلاة فجرك أسلو سعدو آخرين هاي روايتك لو حي تلمامين مركي ونبي صلاة كب حي يا سلام الله صدق كذب إنه أخري جمع الإمام الحافظ بن حجر يا غير كي أيان مودا إن رجع قرقد الرجح أيان شارح الله كسوح الرجح هيا أنتوا إن بنايين في السجود وبعد الفراغ من الصلاة وعند الخروج إلى صلاة الفجر أنتوا بقيني
أو شاسي بنان طيب واحد حديث عن واحد جمع الورد ماي ترجيح عن وجه دنيا ما كان رجحوا حديث حديث وحي أبدا طيب بعد الفراغ من الصلاة بقصاد لقب حكدي أذكرتك شا سادة كدي بي أهيد وحافظك أسوق إيشا فتح عباري جزا شارح لك حولي رواية قد ما دام يستغيهن أنت المحديدي إن مركز طوال أسعتنا كدو عايزوت ومركز كبح لنا كدو عايزوت سجودنا ما دام الله يسا أمر الدعاء إن لبضية إن لقرية محديد هاي أنت ويكوي ما دام مركز رأيك شارحه وقيمة بدنيا هاي باب نوع آخر نين يربوها عبد الله بن عباس علقها أيضها نين يربوها وإن صوم الرئيلة تاي وحنو قصوم الرئيلة بالله وكتاب الطارح ديكو حانو قتلي وحلقة قاتا حديدكو المها يركا ينقان قارن إن محارم تيسو الله بريكرو زوج كده بها اللجو وعيسان ربنا لهاي مركا نين يربو اسكاوان بالغ هاين ودا يربوها سأل أن فهيم اسكاوان مويا استضاع وليس لهاي بل بركنتي أي ميمونة إيو نبي كذا جيفين أي جذب أو جيف ما صو در أو صو سحر أو صاص أو صو سحر ما كان النبي محمد أي ميمونة صو صو سحر لما بركنته سأو جذبا سو هلك قرك إنه كقاس على بين الصوم مرة ينتهي إنه بنان تاي وحاكله كجرا ثقي فهم كي حفظك يا لقت إلهي أوسى من عباس سو دا لا يرون قان جار الميرة نبي حتى حلو دم يبص قان جار هاي أصو ير أيوه هذانا النبي هبين كأنه حوس وجد إنه النبي مراقبة عبادة يسي قابك أنت كان مكازو هوشنا سو قد بيهي مركا إناها دب ملها عليس ملها طيب باب نوع آخر أخبرنا سويم نصر المروزي قال أخبرنا عبد الله المارع عن سفيان الثوري عن منصور معتمر عن أبي الضحى مسلم بن صبيح مسلم بن صبيح أبي الضحى كن يدأس عن كوية وذاته عن مسروق الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده نبي حاكيد الركوع دي سي سجود سبحانك الله نزلنا أي أصبح كوي الله وكففها يا عيب يا نقائص رم بانكاه في يا وحل قوتيري قال قوتيري اللهم ربنا ربنا نو بحمدك ما هذا أنا كلها يا نقولها أنا يعني نحمدك إنك دكان تيم دان نحمدك إنك دكان تلب تركيض أي نصبح لك ونحمدك ويك دكان تاي اللهم اغفر لي الله وإداف بورنج السجود يركوع ذبا يتأول القرآن القرآن كن نبي ومركا فصبي بحمد ربك واستغفرنا وكان تواب النبي فسنا يتأول وحقول رقم هيا أو فسنا عملا عملا أو فسنا هيا القرآن القرآن كأمري إنه مركاسي إلهي دمداف ويديستو تصبيح تحمينا اللي ما أدو مركا إن الرقوع لقود عيسان كروا أي حديث كوصو الدليل إياه سجود أيضا مرمى ملاهينه ومركا فعظموا فيه الرب الله يو الدعاء في الركوع عيسان استيديني وحل ديديني الكلي وقرآن أخرسكي نوع آخر نوع اللبات نوع كلي ما هي وسند كلام سيد الراجع هذا أنا وحيد لقى نوع آخر صواب كنا حديث كذا أم بسند كيسي يمتن جيس السوء عليه سند كورا وحوها عن عبد الله مارك عن سفيان الثوري هنا ومكد لقي عن وكي عن سفيان مركب متن وإسناد وأسل حديث كي نوع كلامها وحكف عنها إسناد آخر أما بابك ولا جويه إن بابك ولا جويه يعني إسناد آخر هذا ما هو نوع كلامه الدعاء معها أخبرنا مركب النصاخ وإني سلا يلام بس كذا بدنت أخبرنا محمد بن غيل أحد المروزي قال حدثنا وكيع بن جراح بن سفيان الرؤاسي عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن أبي الضحى مسلم بن الصبيح عن مسروق الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله رسول كلا يوحوها يقول كيدا في الركوع ركوع جده هذا يو سجوده سبحانك اللهم بحمدك إله نزهنا أنت هذا يم هذا هذا اللهم اغفر لي الله ويدعف يتأول القرآن سو حديث كورون ما متنا وسندا حديث كورون ويمرك نوع آخر صح ما هنا إسناد آخر إن ليداه هي إن لبدا حديث ففي باب واحد اللي جوز قليه نوع آخر تاني اللي جويه باب نوع آخر نوع كلو الدعاء أخبرنا محمد بن قدامة بن أعين الهاشمي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور معتمر السلمي عن هلال بن يساف قال قالت عائشة عائشة وحجر رضي الله تعالى عنها فقدت رسول الله رسولك إلهي بان واي من مضجعه ما شو جيفي من مضجعه ما قالوا جيبك سبان كواي قوشي بان كواي هاي بان نمو ما قال أنت طابتي فجعلت وحان قدق لي ألتمس النبي أن أرادين هاي أي أطلبه إن أن دوندون هاي ويشكده يونا مصير باقر وحيت النبي أمر دقاقي آذي هوانك سميتك من أمو آذي وظننت وحان ملايي تري أنه آتا إنو آذي بعض جواريه الضوميه سقيبه كاميدة إنه جواري وجمع جارية إنت بدأنا الضومها أيها ليلة ده.
waliba marka waxay dhawaa dhici karta Aisha inaysan ku tuhmin nabiga inuu aaday haweenkii soo hadda ma banaan habeenka iyada iska lahayd laakiin addoomiisu inuu aado u banaanayd saasi marka bacda jawaab cabirtay laakiin waxay taa u soconayna jawaari huna waxay u jeedaa annisa gabdhihii la laqabay u jeedaa addoomay uma jeedo ruwaaka aad fadarantu annahu dhahaba ila bacdi nisaaihi baatimin masayrkii baa la tagay ama qasamku marka waajib ma ku ahaa nabigu habeen dhaxa inuu u simo dumarkiisa waajib ma ku aadi masamaya inaysan waajib ku ahayn baa loo badan yahay adiladuna waliba u badan tahay idan xataa haddaynu marra inay waajib ku ahayd caaisho maxay nabiga ugu tuhuntay inuu xaqeedii axad kala siiyey haween hadday masayrto haween hadday masayrto hawsheedu waa baab kale marka masayrkii baa madax mari baa dhici karto waxaan nabiga munaasaba in lagu tuhmay ku tuhunta waa haddaan dhana qasamku nabigu bayna zawju waajib buu ku ahaa lagumana qasmana waxaa loo baa inuusan waajib ku ahayn ana mufasirintu waxay uga hadlaan suuratu alaxzaab markay fasirahayaan fawaqacad yadii gacantaydii ayaa waxay ku dhacday calayhi cala rasuul nabi maxamed tukan hayaba intuu toosa nabigu oo weysaystay buu saad ku jira wahuwa saajidun isagoo sujuudsan yaquulu leh allaahuma gfir lii maa asrartu allow waxaan saraystay ii dhaaf een qarsaday wamaa aclantu wixii aan la jahreen cadaystay allow ii dhaaf حدث أخبرنا محمد مصنع أبو موسى البصري قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن حجاج عن منصور المعتمر السلمي عن هلال ميساف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله رسول كلاه بان وايي أنا حديث كاس هو إيجا قوي نصدي هوس بكل دقا هيا مركا رقا إلى متك هوس وإن المنفرية فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه بان وايي فظننت وحان ملي أنه أتى إنه أتقي أو آل بعد جواريه قبله سي أما أدوميه سقيبا كمذا فطلبت وان ضلب وار هذه فإذا هو ساجد النبي قال بسوق سجدنا يقول رب اغفر لي الله إرداف ما أسرت وحي أن سريستي عمل ما فعل مركا كخل ضمي وما أعلنت وحي أن موجستي انت بقى الله إرداف حديث كان مركا النسائي ورسخ بقاركوت بأطيرية أما المزي تحفة الأشياء كموسى الشيخين حديث كان النسائي وريه يا طريقا مدنبا marka wuxuu idin noqon wadaadaha kale waa u dhigan yahay anagu wadaad ku shaariixa wadaadka muxaqqa hoos mariyay inuu kor noo dhigay baa ayba shaariix laftigiisu nusays way xadiidka korba ugu qoraya oo waa tarqiimanaya babu nooc aakhara nooc labaad nooc kale oo ducada sujuuda kamida akhbarna amn ali al-fallas qala hadana abd al-rahman mahdi qala hadana abd al-aziz nabi salama yusuf al-majishun قال حدثني عم الماجشون ابن ابي سلمة يعقوب اسوق مقال لي ادركا ويلك هور عبد العزيز بن معاين عبد العزيز بن ابي سلمة اي اللي هذا عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عبيد الله بن رافع وابو الرافع مولى رسول الله عليه الصلاه كاتب علي وانن قيمه بدن عابد وثقة امامه عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد نبي مركو سجود يقول حرنجري اللهم لك سجدت الله وأذن كو سجود عدك لو ما سجود ولك أسلمت أذن بأن كوه قانس عدك لأوه قانس ما هي وبك آمنت أذن كو رمي سجد وجهي وجهي يا سجودي أخضعي للذي الله أخضعي خلقه أبو ري أهيسي وصوره قابيي فأحسن وناجي سورة وقاب كيسي سورة ديسة ووشق الدلاع شيء سمعه مقل كيسي وبصره وأرقيسة تبارك الله ألا خير بضن ويأمه فن أحسن أحسن الخالقين انت وح أبورته اللي أقيم بنا أوناك سناء خالقين تاسي مركة خالقا موجدك من العدم والله سبحانه وتعالى لكن مخلوقين انت ذكى تقدير يتصور بيلي وحين يقابيان بمعنى ويحمتلان أمتها الله سميان أما صورك لي وحكا كنقشط قاتال لكن إلهي مركو الخالق الكامل وأحسن الخالقين انت كلا مصورين بين نقون كراما اسكضي بين الله إيمان كرا لكن خلق إيجاد من العدم إلهي مبا سبحانه وتعالى اسكالي حديثك وحادة لشداء انت ان دعالة شلق قارين بدل لشداء قليها قبه دقوه وحكا ترسيهين وجهك ومركو ري وجهك لرقه يبيها قاري باقفلا نمانك قبه دل لشداء محايا لو شق سمعه وبصر باليه ضميرك سمعه يا بصر وحول الله بني وجهي طيب سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته إلا أنت ضمائرت بوجهي يقول الله بني وشق سمعه وبصره مرك قال أدنان من الوجه لا من الرأس وداده إلى حديثك كرنجة مرك فقه وضم فقه سهلا ما لكن حديثك لو عد عطبة تمد على كلام في صحتها وتلمام يسعين وجهي دقوه أي مضحة
راعسين في باب الوضوء ومرك مضح الله مصحى أيهما الله مصحي. أما في باب الحج والعمرة روح محرم كأسوق باب كيسو لقوه حكتر سنين وجهه كتر سنين هذا دكت أسطرطو قريزو من مضح الضبو لي منه قنيسد وحاصل أن الرجل كهلا يساعد دمرك الأول في سحين. باب النوع آخر في بس مسألة الحج بنوجه هذا. باب النوع آخر النوع كله وأسناد دعوين كالجليعة. نوع هذا اللي بتركيسه وحكوله ويا حديث كورا من حيث المعنى يكله وياه لكن حق حديث آه وحديث جابر كورا حديث عليم بوها. أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه بنحو حديث السابق حديث علي حديث لميلة أمره ومحوها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده بعض النسخ نويب الجويان بنحو ذاس عن جابر عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بي قرآن بنحو مرك إن الجويان وقرأ صنته وعيش قال إذا كان سنة مجرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود النبي وسجود الحكوة رنجة اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي إله أذو ربي خالق يبعت هاي معبود كيبات هاي الرب والإله وكل المسكين والفقير عند أهل العلم والله ما قعوه هذه متك الله شيكيك ولا كوه الجرة ربي هذه الله إطلاقه كل قد أي تماده ربي معبودي وخالقي بكوه الجرة هذه مسكين لا إطلاقنا فقير بكوه صنبان هذه لكن لا وضع شيء مدول بمعنى قونه وقادنا يا سيدة إسلامي إيمانوي هذه في آية الغوشة وفي حديث الإسلام إيمان كان وكوه صنبان ياهي هدي إيمانك يقولون لو شجنا إسلامك وقوس نمية هدي لك خلمية وإملا وضع شجنا اللبن معنو كلا دوان إسلامكنا العمل الظاهر أقول لبن إيمانكنا الإيمان الحقيقي الباطن بقول لبن نفس الشيء وهي إذا اجتمع يفترق وإذا افترق اجتمع واحد يجري وهي الله وأنت ربي ربي جيبا طي خالقي ومعبودي وسجد وجهي وجه جيبا سجد للذي خلقه وصور عليها أبو ري إيقابي وشق الدلاء عش سمع ومقل كسي وبزر وأرقيس تبارك الله إله بخير كيس بطي أحسن الخالقين أنت وحصورت عليه ونكسنا نوع آخر نوع كلوء الدعاء كمذا للجليه سجودة أخبرنا يحمل عثمان الحمسي هذا السومريني قال حدثنا ابن حمير محمد بن حمير قال حدثنا شعيب نبي حمزة عن محمد بن كدر وذكر وحوش شعيب آخر نين لباد بوش راويا آخر قبله قبل محمد بن كدر وين صومر حديث كان إلى طاي آخر كاسن إنه يا إسحاق بن عبد الله بن الفر وين صومر ري رقي إبام كعديين الطبراني في معجم الكبير في كتاب الدعاء في مسند الشابيين إن رجب ففاهي قضية ضوحي إلى طاي سقال بقول الطوم بين قصومر حديث كي سقال بقول الطبن أنا ترقيم كي هو يدنكم ما قال رقمكم إدين يعني أو شامرك كنقد مالها عن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل رسول الله كان إذا قام من الهبين كمرك النبي التوصو يصلي أسوق التكاية تطوعا سنة كنية قال كيدا ذوءها إذا سجد مرك سجد ولبا اللهم لك سجدت الله وأذان كو سجودي وبك آمنت أذيقان كرمي ولك أسلمت أذان كوه قان سمي اللهم أنت ربي الله ربك إيباتهي أظن بربك سجد وجهي وجهي سجود للذي خلقه الله أبوري وصوره سوري وشق الدلاء عشي سمع ومقل كأسميي حق النوى أبوري وبصره أرق نسيي تبارك الله أي كثر خيره وتعالى عين الأنداد والشريف أحسن الخالقين انت وحبورت اللي هو ناكسنا باب نوع آخر نوع لباد نوع كالئو الدعاء أصنا كامنا أخبرنا سوار ابن عبد الله من السوار القاضي ومحمد بشار بن دار عن عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد ابن مهران الحذاء عن أبي العالية الرياحي رفيع بن مهران بمجعس لي لكن مقع عنبو عنكو ياهي أبي العالية الرياحي كن يدس عنكو ياهي مجعس الرفيع بن مهران رفيع ابن مهران عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده نبي سجود في حكو أرنجري أنه كان يقول في سجود القرآن في سجود القرآن في سجود الصلاة وكسابسين بالليل يعني القرآن غير مركو صو آخر يعني وحايدي كان في سجود القرآن بايدي كان بعض النسخنا في سجوده بالقرآن باي قرآن يعني حايدي دقيقين كان في سجود القرآن مركا القرآن كهذا وحلوجه الصلاة دم بالوجه له لأنه صلاة الليل القرآن بونامبو آخرين جري وقرآن الفجر وكذا كذا كان طاي
كان يقول في سجود القرآن أي في سجود الصلاة بالليل هبين كمر كنا بقول تكنا يا مقرآن كنت تكنا سجود ذو حورنجري سجد وجهي نمر واحد ماء وسجود التلاوة لا والله تفسير بواجر على اسمه الجديد هيا إذا وذات كأصو نسائي وحد مدائن وجهده وسجود سجود الصلاة ده لكن ظاهر النص وحو وسجود التلاوة ظاهر النص واسدة لكن نوع آخر من الدعاء في السجود سجود الصلاة سودني سجود تلاوة ماشي إن للسوق ليه أيضا ماشي كما قال لك النساء هل قاسوا أجهده أما ظاهر النص وتلاوة عادقة أما صلى الله عليه كجر أما هذا القرآن إسكا وآخرنا يسكف وديها صومري إن سجود تلاوة هاي بظاهر النص ياهي أما قابك إمامك وردك هايو وقابك كالعين صومري كان يقول في سجود القرآن بالليل سجود تلاوة هذين كو آخريو وحكو أرنجري مركا نقول إسام معنه سجد وجهي وجهك سجود للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوة شارح لبضع الرأي من نمر رجحين تقول تلمان موسكي تغي طيب سجد وجه وجه وحيو سجود للذي الله خلقه أبوري وشق دلاعش سمعه ومقال كيسة وبصره وأرقيسة بحوله بحوله حريد سكو دلاعية وقوته أود سكو أبوري طيب باب نوع آخر من الدعاء في السجود أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي قال أخبرنا جرير عبد الحميد الضبي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله رسولك إله بن واي ذات الليلة بينها بينها كمذا فوجدته مركزا عليه وهو الساجد أسوق السجود ثم بان هلي وصدور قدميه أدميه سهران توضنا نحو القبلة حق قبلة في الجيدان صدورك وفرها هذه فرها أدمي ذا يبكرات كان يحق أسي الجيدان على عشو إذا حق أدمي أسي الجيدان وصدور قدميه أدمه سلوغيت هرانتو أما في دو هران نحو القبلة أي أسي فسمعت وحان مغلي يقول أصول الدعاء سنية هل مر بيبكو قبة طيبة يعني حفظه قولة زائدة تذكر أعوذ برضاك أدوه أهضن كرالي روح الله أيها وحي الشيقة هيا يعني وحبك ما قبان كركب روح الدعاء سنية بهذا وزو إجتاق حالي من هبه مغلي دعوكم مشغول سنة معولها مو يهدي لكن وحوي صحابه مرض وح مغلان وضوب هيا وحقا ودعي كل تدا النبي وحي كم مغلان با كعلم هاني كدين هان بوجود بنجر وضو بنجر أعوذ الله وح ما انقل برضاك رضا ما انقل من سخطك عرضا أن كم ما انقل وأعوذ وح ما انقل يا ربي بمعافاتك لا في دار يعفل هذا من عقوبتك عقاب تدا الله كم ما انقل وأعوذ بك الله أن ربي وكعسكذون كم ما انقل وكم عين صدي منك أي من عقابك أن كم ما انقل الله وحسن ما أعوذ ثنان عليك أمان دوش الله أمان ما أعوذ أما ما كوبي كرو أنت أضغ وحاته كما أثنيت على نفسك صدى النفط ضوء أمانتي كتابك إلى كتابك هو أمانتي حديث السوغان ضوء الله تهيوه إلا كان أنه ما أعوذ أمان المضطه بن آدم ضعفان هاي باب نوع آخر نوع كالي ودعاء كمدى السجود لقين لي أخبرني إبراهيم بن الحسن المقمسي قال حدثنا الحجاج بن محمد المسيس الأعور عن ابن جريج عبد الملك بن جريج عن عطاء ابن أبي رباح قال أخبرني ابن أبي مليكة واسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله ذات ليلة هبينها بأنها كمدى صبانه وأي فظننت وحنم لأنه ذهب إنه آذي أنه أطان وينصوم الري إلى بعض النساء إلى بعض جواريهن وينصوم الري هو إنكس قيبك من آذي بركوض فتحسست رواية فتجسست التجسس وتحسس واسكمت روح إلى الدوندون الرهاديوي فتحسست مركزا طلبي رهادي ضبق علي فإذا هو راكع أو ساجد وأسوه سجودا أم ركوعا أنم باب كلامكم مغنائي يقول له سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت الله نذكره المجر وحق لقوع عابده فقلت محان سيدان إلي بأبي أنت وأمي هو يدي أباه من أبي الله والله وغفرته إني أنول في شأن حالات بأنه كسوغان حال أرغم مصيري هولك لي هناس إيه نبي محمد الله حازك سيئاني بأمكم مغنائي بأ وإنك أدونا لفي آخرة هولك لك كدرتاء عبادة ربي مراقبة ربي مناجاة ربي يدعو يعني وي قروا ذي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها باب نوع آخر نوع كلو بابي هاي وأصونا من الأدعية والدعاء حديث باكوي ما دا دمرك إله صدو أبوري بن آدمك أيوم مصيرنا كو أبوري هوانا إذا انتيل لقور صدو وننك يضل لبئي صدح يأفر بقور صدو سمسيرك هناسك قصة برتا أجر شهيد بيه ليسا أجر شهيد بيه ليسا حديث كاسي بزار يا جماعة صحيحية أبو حاتم الرازي نبو بسك الله الله تشاء ومنكر بو إلى هذا
وحيلت حديث كاسي إن ليرحوجيه برسي مصيرك وحلا وقد ما حيلت هاي زيك استوار نقطة وحويها وش وهاول علصوي بالغ مصيركو وقدب بذيها خير نريدنا ولي فرق طلبك هيا باب النوع آخر نريد حاول جوا هون ما كي هون اللي لبجور صدا أتو تعسين بقى ويبقى صبر ورنبا لا لا تنصدم بقلب يسكر عايات ما كان سامش اللي سكوت تجا إسكت صبر ده وين ما الدوقي بقى إسلندي أض حالي والله هذا شيء في عيني وحضيهم ببدل نبا كأنه يوم مشروع عام مصيبة يكوين أدب الوقع على عالي أروه ما أرجل لكن بل إسكت إلى الشباب الله سبحانه وتعالى هذا باب نوع آخر نوع لباد باب يعني نوع كله الدعاء مرجع حديث قبل إن الله شجعه هوين قبل الله شجعه وفي عيا إلى طاي أخبرنا هارون عبد الله الحمال أبو موسى قال حدثنا الحسن ابن السوار المروزي قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية ابن صالح ابن حدير الحضرمي عن عمرو بن قيس السكون الكندي أنه سمع حوم مغلي نكاسي عمري عاصم ابن حميد السكون يقول أصغوله سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع النبي نبي محمد بن لا استاغ وعن لا تكذي روايك أحد يقول قمت ليلة هبين بن استاغي قمت ليلة قمت مع النبي نبي محمد بن هبين لا تكذي ولا استاغ ويا صحابي عوف بن مالك الأشجع عبرنا يوم من مسلمة فتح مكة مكة وقال فترق إسلامي وقيمها بنا وقد بني إسلام قدوا ناكسنا هذي فبدأ نبي حب الله ودير قروق سادو ودير التأهب للسلاوي فبدأ الاستعداد فاستاك مركز رميد النبي وتوضى وانا ويسقاتي ثم قام واستاك فصلى واتكري يعني فشرع في السلاوي فبدأ وحب الله بي قران آخر سكيبه بالله بي فاستفتح وحكو فرط القراءة دي القرآن كفاتح كدن بي من البقرة بقرة حق يضوح كب الله بي يعني بسنك كب الله بي وارقا جي لا يمر أسوء مرين بآيات أما لا يمر ممر النبي بآيات رحمة آياتنا حريص كهل ليسا يقوم لون حريص إن حريص الرب جي إلهي عن بندار نديس كهل ليسا إلا وقف ونبي واجوك سنة فسائل إلهي بويدي سنة أما مصدر هانا كتي مادا أما يسفع إلى كتي مادا أما فعل كتي مادا إذن وحمن رحمتي أن حريصكو كأقدوب نبي قد زومر ووقف فسائل قال لكن القرآن بفهم المعاني يسمحوا يستاق محوصا فهم هذا صوف ومدريرين صمع ولا يمر بآيات عذاب آيات عذاب كشكين قوم العذاب يقول يا عذاب مت إلهي أوديسة انتقام كأ إذن إلا وقف واستاق يتعود أسوء إلى كما انقليه نبي ملك المسلمين طبرا يهوش أيضا ثم ركع نبي واركوع فمكث وحكونا قادي كونا قادي راكعا حال كوني رأو ركوع سيا بقدر قيامه انتو ترى إنه كله أما اللعب انتو نبي بقرة تقنا يا دان وانت دعينا هي إلهي مقنقل هي وصاعدا يوهدنا ركوع سنا دبركم هذا مركو برطر ركوع دير وحبا يلي ماي لكن ما الله كو غرس افعوا يا دبركم كل جبهاي يقول وصول في الركوعي صور ركوعي كله سبحانه وحافوفا وعيب كوفا شريكي أندادنا كدنا زهن ذي الجبروت الله أود صاحبك جبروت من الجبر وهو القهر والغلبة الغلبة البالغة يوال ملكوت بقرطيه صاحبك يوال كبرياء وينك يوال عظمة كبرياء عظم وإسكمد وداداي وعثم وعثم تفسير لمن بايد وإسكمد الكبرياء والعظم وإسكم معنو لمن نواك هلق هذان عظم المركب في الملك بيعليان كبرياء هنا وحويان في الذات والجلال من نوى أود إلهي من نوى الكبرياء في ذاته سبحانه وتعالى ولوجه هذا لبدا معنا بوالا شكا إني إسكمدين بعد المدة ثم سجد نبي وسجود هذا الركوع انت أقوم غنا سجود بحكتي إذن بأسنو الحقا ويهادي بقدر ركوعي لكن هذا وحاخو سيسحابي وطوغان هياد عوينكي ثم سجد نبي وسجود بقدر ركوعي انتو سرقوع سنة إن لم مدع أي سجود تنا يقول أصول في سجودي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ وحاخي عدل اللبات آل عمران بأخرية ثم صورة صورة آل عمران بأخرية نسو أخرية صورة وذي إلاء فجر كل جاره وحلو نبي وير استورج سودوات أيون نبي القرآن كودي صورة صورة يفعل أصوغ الصمين هيا مثل ذلك سيد أمبو يصمين هيا ومركو آل عمران أخرنا هيا آيات الرحمة إلهي الرحمة وجس آيات عذابك إلهي وكما قال إساس وكسو ذوي هذا نوحو ركوع سنا انتو تاقنا إن لأمد وحو سجود سنا انتو ركوع سنا إن لأمد يعني سيد أمبو ذوي يفعل مثل ذلك أصوغ السيدة أكليه هيا باب نوع آخر نوع كالو الدعاء كمذا في السجود أو الركوع أخبرنا إسحام إبراهيم الحنذلي ساكن نوع آخر بسعوته أخبرنا أجير بن عبد الحميد الضبي
عن الأعمى سوين مهران عن سعيد سعد بن عبيدة قام بقال إن سائر وعن دعاء مشك وري كتاب الصلاة والمركز وكذا وهذا سعد بن عبيدة السلمي عن المستورد ابن الأحنف عن سلة بن الزفر العبسي عن حذيفة ابن اليمان العبسي قال صليت مع رسول الله رسول كلاه من لتك ذات الليل تهابنا بنا كاملة عوف المالك بهذا إنه مرينا سوى نبي لتك ذا بين قريب استعجل هذا نوى حذيفة من سعود بن الصومر ابن عباس بن الصومر انتبا فاستفتح وحو النبي بالله بسورة البقرة سورة البقرة بالله فقرأ وحو أخري بمئة آية بقول آية أخري حد قرنا يسمرك إن وحافظ يا ينك الله إذا حذيفة لأنه نما القرآن حفظنا ما قياس كرا آياتها آياتها ما قياس كرا أنت آياتها تعالي وإسكالها قد منبع لكن مركو القرآن كفو على يسنيا وإسكال قرنا يس باب هوش قرنا يسا لأنه بقول آياتها حتى هذا ترى تريس القرآن كأقوى وإسكالها قد رمنا يا تريسكالها قد حيالة وي طيب قلت محاش يبلي يركع واركوع دونه بقول كمركو النبي لما يأيضه يا جهاد وركوع دونه فمضى النبي واسعد فكتك بقول كداف قلت محال سليبوري يختمها في الرقعتين لو رأى عضو بقرة كلها ما يندونا من سليبوري فمضى واتغي طيب فقلت محال يختمها ثم يركع محال سليبوري مكو بقرة لما يجب يجب أيو أمر لو رأى حقاته أما صد حقاته أفره أيو مركة ركوع دونا فمضى وذيب نواس حتى قرأ سورة النساء بقالوا دمي آل عمران بقول دمي طيب ما ي... النسوء نبي قبود عفوا نسوء قبود بقري النسوء سوق قبطي حتى قرأ سورة النساء بقري النسوء إسرائيلي يقول لا دير هذه قرآن كبحان ما يوحك لا دير بوس الجل بدو داس حق كلمات حق أيضا عرف بقري زمن وزمرين طيب بقرة وح من حيث الآيات سرعة وعرف لكن من حيث الكلمات وح سرعة وسورة النساء يا حق أيضا من شعراء كبدا شعراء إمي سوي عرفنا شعراء الضبير مواد قيسيلا ثم آل عمران بن نبي أخي آل عمران بهضان النبي كعية مر لبعض ثم ركع واركع نحو من قيامه انتوق نبي أخري بقرة والنساء أخري يهضان آل عمران أصول لابت أخري وهل ركعات الله سعاد هل ركعات وما يقجز صبيع وعمل معه جمعة ودم جمعة ودمان قريبة حواحير بابوها قريبة يا سبت برنامج صور قريبة بقي صورة النساء برت لحد بلو ظهري ثم ركع النبي واركع النحو وحكده من قيامه جلاد بعنوم مالك آخر يابا مقتيدن قوة على تيري جلاد لب جلاد بزرط على القوة آخر رجال ثم ركع النبي وركع النحو وحكوا من قيام استاجس استاجي وحكوا من ركوع سنة يقول أصقوله سبحان ربي العظيم تاس النبي سبحان وحان هفان وعيب كهفان يا نقائس يا وحان أصمنا إن لو تري كهفان ربي ربي العظيم وينا سبحان ربي العظيم والنبي أنت هكوعل عليها ثم رفع رأسه ما ذي حسب قرؤ قاضي فقال نبي محمد وحدوني ما دون دون الله سعاده نبي أنت تاجن أنت دعيسني أنت إلهي بري أنت قرآن أخي وحد دون هاي آخر ما يشوف صلاة دون أمسيتنا أصحته بس كل حوا دون إذا وحنا واتصامين سكيري ما يشادي ثم رفع رأسه ما يحسب نبي قاري فقال وحوري سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وأطال القيام استجب ديري دعاء سودي وكعل عليه ثم سجد نبي وسجد فأطال سجوده سجود بديري يقول في سجوده وحنا نبي كلها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى لا يمر النبي مسلم مرين القرآن كما هو أخني بآية تخويف آية عبسين أي كجرته يجودي أو تعليم الأولين أما النزيد أي كجرته تعالى كو إلا ذكره ربي إلا ربي بحسها يو مركزي ربي مجنجلها يي أما وحويدي سنة يوي تذكيرك وتذكير دعاء أو استعادتي باب نوع آخر نوع كرؤو دعوينك لجلية الصلاة ركوع للسجود أخبرنا بندار محمد بشار بندار شيخ الجماعة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي محمد إبراهيم محمد بن إبراهيم بن أبي عدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج بعض النسخ بسعيد قلوا خطأ إسك صحة قال حدثنا شعبة سعيد معها إنك شعبة ويستند كأسكله قال حدثنا شعب بن حجاج عن قتادة بن دعامة السدوس عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه نبي وحو كلها ركوعه وسجوده صبوح هو إله صبوح الله فهو يكن نزها حمان إيا النقائس قدوس كطهرا وحو صنب النيل رب الملائكة ملائكة رب يدو إلهي والروح جبريل با ومن باب عطف الخاص على العام وحديث جرتين وهدي الروح جبريل لغو فسره باب عدد التسبيح في السجود هذا قبل قبل هاي وحكوري بل أنت تسبيح أير إلى قلن كرو ركوع دي سجود أنكوش تقدير يا بعد مودا ظاهر الترجمة كم ولكن تقدير كاسي دليل ما لها يعني أنت أبض نيد أما أيريد بربان وحنك تلمام أخبرنا محمد رافع أن يسابور القشيري قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم ابن عمر ابن كيسان اليماني قال حدثني أبي أبيه ومركاسي إبراهيم بن عمر عن وهب بن مانوس وهب بن مانوس حفظه ومستور تقريب كسيدة سكويري ابن القطان الفاسي حلو مجهول الحال محايا اللبنين با وحكوري روى عنه اثنان ابن حبان بان التوثيقي في ثقاته أما الذهب أصوب في الكاشف حلو ثقة ذهب التوثيق بأصوب مري لأن النسائية احتج به وح جرحينا مجنينك وهب بن مانوس نسائي الوحو جيستا حافظك الرأي قاسم موسى كنا قانين كتاب كيسا فتح باري مجلد كاللابات لابا قول سديتني يستقال حديث كو صحيحية حديث كان لبتر كيسو صحيحون هل كان طريق بن إليه هو وهب بن مانوسة تقريبا حكولي هو مستور الحال بمعنى حديث سوى ضعيف لم يحجيسته هنا مركم مرأي فتح باري وحولي هو صحيح حديثك هل كان طريق بن إليه هذا إنه هينو قاعدة أن كوسو شيء هي أهيد حافظك حديثك النسائي وحجيسة الرأيوك هذا لجرحين يصححه نفس الشيء هو ذهب أنا كقر له كاشفكم أدام وثقي وهم نمانوس مع علو الطبقة لم يجرح وثقه ابن حبان واحتج به النسائي وروى عنه اثنان مركة وحيرتها ذهب كقر له هي ابن قيم باكث عنه وحور إسناد وثقات تهذيب كيسونا على التهذيب على سنة أبي داود صحيح الإسناد وثقات وهم نمانوس وثقه الربح من ورقة ابن قطان الفاسي وركوضة قال وحول وهب بن مانوس سمعت سعيد بن جبير الأسد بن مالك قال أسود سمعت أنا سن شغل بن محكيلي انت أسود وهب بن مانوس بالسوا هيا المهم علاد الناس بان تميم جدا وي وحين تقدم يقول أنت قال أسكالي قال سمعت سعيد بن جبير بن مقلاء الأسد قال أسود سمعت أنا سن بن مالك يقول ما رأيت ما ركب أنس أحدا أحد أشبه صلاة وقصلاة إك برسول بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى بول أحد أغسل أكبر صلاة النبي محمد من هذا الفتى ويل كان الله يرضى يعني أنا سدوا وايل مرجع عمره نير أم بأهين بولي وفتى لأنه وديا ما قال ضوء أفرت نجرته وديا سديته يتضبط ما يويل كرة بدو تاي زوما كرة بدو نقن طيب الفتى وحكوا الأسكين إنك سوق بوين ولكن إسحيو شوب أنا حل الأسكين يفتى الأسكين لحن بهجري هذول اللي احنا ننكوس امه قنن سديت باجل واحد هذا الفتى وانا وسوم مري طيب يعني وحوجه الفتاه سي ويل كذا يرضى عمر ابن عبد العزيز الاموي فحذرنا وحنا كو قدرى فحذرنا اي قدرنا ويقسنا وحنا كو قدرى في ركوعي ركوعي سي 10 تسبيحات طول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم صلاه تكنجر مكو امامك اميرك عمر حنكو قياسنا إنه الركوع لجيلة سبحان ربي العظيم ومركها طبنا وفي سجودهنا 10 تسبيحات بانكو قدر طبن سبحان ربي الأعلى وطبنا سبحانه انت صدح كده هايان باي دارين با مربط دي شو يامكو مبار ديهن با صدح المبار ديهن با اللهم هل بار ديهن ونفتر النبو بسي دقاقة هيا سمع الله لمن حمد مركا قاركوت وكشكي با ضدك قاركوت مرك حديث كمرك أغبا تصبيح لغو قدري وحديث كاني وأنا السيدي نين كان عمر قال كؤت كان ينين أغسل لك رسول كما بأرق با طيب باب الرخصة في مرك التحديد مع الراجع وأنا واحد تحديد الجرين من حيث الكثرة لا باتم صدا أفرطا انت دون تدقين ليس مكان منفرد هاي مرك إمام تهينا وعطيها سيساء صلاة ويسكد ويسقيام كذا اعتدال كذا يركوع ويسكد بأقنا هذا باب الرخصة في ترك الذكر يعني في السجود النساء يوجد بوحي ذكر السجود نوع آخر يوحي الدعاء والقنبة إن لغا تذكره ويسن واجب أهين بو باب يست باب الرخصة الرخصة هو رخصة اللغوية وأن زوام الرأي يعني جواز الإباحة وجهة إباحة الترك
باب الرخصة الرخصين تبقى في ترك الذي في ترك الذكر ذكر إن لقته يعني في السجود ذكر السجود كجرة إن صوم مرة فربنا إن لقته كروس ووح واجب كأوية هاي سجود داس مع طمأنينتها إن لحصله بواجبه لكن ذكر ياس واجب مع واسد النساء قبل وهذا أمري طيب رغبا بان سيدا كنت وانا صهر مرنا قد يضع يضع ظاهرية يا أحمد بان أقر له أخبرنا محمد عبد الله بن يزيد المقري الحافظ أبو يحيى بمكة وهو بصري ما كنا نقول شيئا لكن حق الدقان هو بصري ننكو محمد عبد الله قال وحوري حدثنا أبي عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري الحافظ قال حدثنا همام بن يحيى العودي بوجده قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن طلحة الأنصاري أن علي بن يحيى ابن خلاد ابن مالك ابن رافع ابن مالك الأنصاري حدثه عن أبيه مرك يحيى بن خلاد عن عمي أذيك رفاعة بن رافع الزرق الأنصاري البدري قال وحول أذيركو بينما حل رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس أوفديو ونحن أنه نحولها الرئيس آن النهي ادخل وحصوق علي رجل باصوق علي مسجدك فأتى القبلة الجهاد ذي بوتغي فصلى مركز ركعتين تحيات كذي فلما قضى صلاته صلاته مركو دمي جاء وايم فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم أمد كان واسلام النبي قال لفت ذي فقال له رسول الله بحكوله وعليك سلام تضم دوش ضاءاته إن عليك الغوغة بسنكر علماء قبطاء تحديكا دليل الشداء نكو السلام عليكم كويلي وعليك رضي كرتو طيب وان قال هذا يهود بس عن فلاح لك قد فنينيني حتى عددك المسلمين تو عليك الغوغة دي كرو هذا قابة دليل الشداء وان قر ليين روايات الوادة وحيدة الماء دي الماء حديثك وعليكم السلام أو روايات كلا الجرة وان رنتو مركوال لسكوها يا قضيات لما نوح يكون جمعيان مرة النبي وعليكم السلام بولها يو عليك السلام مركي دنبي اللي صدح قوري بهوش وطاقتي وحقوق قابسة وعليك قابسة حابت كان معناها مرة يا ها ويحوجيني سال لكن وذا دو حين مرين وصدح على وادعين وعليكم السلام مركو ري أهيد ما كده مثلاً طول نقطتين نبي حقوق أبسطه وعليه جمع عاصم مركو واحتمال واردة سجست ونقطة ذو وإذا كذا وعليك اذهبتك فصليتك فإنك لم تصلي ما لن تكنني يعني وأنك صمر النفي في شرائع وامح ونفي الحقيقة وحأوب صلاة كل شيء توا تكتي لكن صلاة شرع ما لن تكنني تي شرع ويقان اعتراف صلاة ما لن تكنني فذهب واتك السحابي فصلى واتك فجعل رسول الله رسولك له حقوق ذكره يعني فصلى فشرع في الصلاه صلاه بقول ذكره لوجد الذنب فجعل رسول الله رسولك له حقوق ذكره يرمق انه دغنه صلاه وصلاه فيرنيا نبي ايش كم دهيا ولا ندري من اوغن بو انغا صحابته روايه كلي لف نسخه كلي ولا يدري انا ولا ندري باي دغان ولا ندري من غرم انه ما يعيب وحقون صدي منها من صلاه الرجل نبي قول صلاة النينك وحكا قونسة دي ودب التالي أنا وما نفهمين بور قدي ولا يدري لدهان أساقي وي كنو قال إساد ماذا أن تكني أو تكو سحابي قول إسكي قول هذا وحل وحي ثمود سنفهمين سو ما قرنا نبي قول حكو إيدين هاي أنا ونا ما قرنا نبي استيدي ما هي فلما قضى صلاته صلاة سمركو دمي جاء واي من سحابيك فسلم على رسول الله وعلى القوم صحابة دي النبي قول السلام فقال له رسول الله اذهب وصلي مرة بعد فإنك لم تصلي أردتك لما أن تكنني طيب نبي قال له أن تكني ما ذكر السحاب لأنه ودنا من سلادة أن ولي أيضا قبرين بوسك للربي فعادها مرتين لما قرب عشي أو ثلاثة أما صدح قرب السحاب قصاد كن نقضي أما النبي قال عليه فعادها ويردع ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال الرجل يا رسول الله رسولك إله يوم ما عبت من صلاتي صلاة إذا محتك قصت محتك عبس هل كيف كنت أجنتها وأنت دلانو سألت فيها جنها إبان وحبا إيه مهري وأنك سمر زعابي وقالوا على علوي النبي الله أنت وحان كين ما أوده إبار وحي إلهي كبري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حولي إنها كسئة لم تتم مرنا ما يسترميسو لا تتم نص رواية باكو يمد لم تتم مرنا ما يسترنتو صلاة أحدكم متكين صلاة ثم مرنا ما يسترنتو حتى يصبغ الوضوء إلى وجهه كحل يراده كما أمره الله عز وجل سورة بأفر ويسيسه وفيغسل أميله وجه وجهه سيوديه قعمه إلى المرفق إلى شقلاله محسلاله ويمسحه قعن مريه برأس مدحه سي ورجليه لويسر أميله إلى الكعبين ورجليه لويسر أميله إلى الكعبين
إلى أن قوي هذا أمر ذكر بوجته ثم يكبر الله إلهي أو تكبر صلوا الله أكبر أو يجعله أو حدث صلاة ويحمده رب أمة هذه ويمجده أو شفه وينيه قال همام وحيد أصو ابن يحيى العودي وشيخ يزهد وحقق أذنها يأها إسحاق ابن عبد الله بن طلحة الأنساري وسمعت إسحاق بن مقلى يقول أصو لمركة قاركت كون حديثك ويحمد الله إلهي أمة هذه ويمجده ويكبره يعني هران وحي أهيد ثم يكبر الله ويحمده ويمجده بعكس معنى كده ولكن الفاظ كده وانت هنا اسوي كوه لنوارك هذا وحي تسوي مركة انه دور قور همام وكما قال الشيخ زي يحيى حديثك شيخ زي إسحاق حديثك وكما قال دور قور قال وحوري فكلاهما لبض اللفظبة قال له همام همام وحوري فكلاهما لبض اللفظبة قد سمعت وان كما قال إسحاق بن عبد الله من طلحة الأنساري بان كما قال يقول نبي وحوليه يقول وحوليه همام قال رسولك وحولي ويقرأ آخر ذب أغنى ومركها إن توران ذب أغنى قنينا ويمسح برأسه ورجليه الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ أبا إسكو حران طي مركة ويقرأ آخر يوه ما تيسر وحي أفض هذا من القرآن القرآن ومما كي حقي سعلمه الله ربي بري قرآن كي ربي برن أكتك صادم أصحي سقراء الآن وحكو دغن حناف با كو دغن قضيه مما تيسر من القران فاتحان نقطه ام القران كان نقطه ويتاغن لكن نقاش كاسي بحث قال ان صمر هو اذن ربي ويدم له اسغ فيه اي في القران قران كربي كستلون سي امر ربي او كو ادم ان تكت اخر يوم يصادم اصحيص ثم يكبر ومركا تكبير صدو ويركع وركوع حتى تطمئن الى يحسش مفاصل حبنه سو وتترقي اي دبعده هذا ويحرحر أرده يلا مرة بحبه والبعون دبعه ما يجيس كنا قادوا ثم يقول أجد هذا سمع الله لمن حمد إله وأجيب روح مركزي مقلة إذن سمع الله تسمعونه واجب ياي لا أنت نانسل هذا اللي أقبل رواياتك عدينها برواياتك كمتاي ثم إنت كذب يستوي أوص الناظر أكاد قائما أسوقه التاغن حتى يقيم أولا التوسير الصلب ودبركيس دبرك أقول التوسير اعتدالك سيفعه ويستابته ثم يكبر هذا نوع التكبير تكبيرات انتقال من ابو حكره هذا من واجبات الصلاه نيكا كتن صلاه ما صحيحه وانا وحيابي لو ايديا لا يبا صحابي ان لو ايديا طمع ان او بند و لو هيست ويسجد سجود حتى يمكن الى كهبصده ويوجه وجهه دلك كهبصده يمكن وجهته من الارض وجهه سلك امكن بمعنى او كريحه او صار سفيعا وقد سمعت وحان مغلي برهدان همام هاي إسحاق بن مغلي يقول أصدقوا له جبهته ماشي يمكن وجهه إيه حتى يمكن جبهته ولا بد وأنك مغليوي الجبهة والوجه جبهة كخاصا جبهة وأنتم هو ربسة وجه لكم وريكم رنوي حتى تطمئن إلى يحسش مفاسده حبنه يسو وتسترخي أي دبعده ويكبر أهدان أوتك بصوف يرفع ومركز السوكر نغضوه إلى وحلاج ربا جلوس بين سجدتين حتى يستوي رأس النار قائما قاعدا أسوق فديا على مقعدة السمين سقف فديا ويقيم أول بالتوسيو فديا دحنا سلبا دبر كسيد اعتدالك وكله وثم يكبر هذا نوع تكبير صدق فيسجد وسجد مرة بعد حتى يمكن وجهه ويسترخي إلى وجه سرقة كهب صدق أول وكنا هذا استرخاء على سنة وأون مبالغة في طمأنينة فإذا لم يفعل هكذا سلاه دو سيئل أنصر شيء لم تتم سلاته سلاته مرة ما يستر ما يسوه وأنا تمام إفتاد وإبطاله إما أتمام كالنقصان حقس يساءها معها إما تمام كي كسهر جدي بطلان كي يفسادك طيب حاتو صاي مركا نفي وهوري ارجع فصلي فإنك لم تصلي باتو صاي حديثك مرة حديث علو سوي أبو داود بارزنا تواعد كنو كلكينا أحمد يا ظاهري ده جماعة من حديث بنا الدليل شده أذكرت سجلا انتقالات كواجبة كوجوب الصلاة وكوجوب قراءة القرآن إلى آخره أيها أنا خبر لا إلى التهاي إذن حب مركنا سأوجه ده دعوين كبناء نسوي ده نوع آخر ساقط نسوي ده ماشي اللي قمش يدين بكوري مركا صادوا لما يصير ما يصير تكبيرات كي تسمع قنوة ويه هؤلاء نسوي الدعاء هذا نوع من باب السنن والمستحبات ساسو امام كوجيدا باب وانا سيده جمهورته اي قبا اهل العلم وبدنيه وانا سيده الراجحات موده باب اقرب ما يكون العبد من الله اقرب ما يكون العبد من الله مركون دونك الى اوغدو ياهي ان لا شيغو
أخبرنا محمد وسلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله عن عم حارث المصري يعني ابن حارث المصري عن عمارة بن غزية المازني عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا صالح الذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد ماذا وما مستريات ديجرته أقرب أكوان العبد هو الضون كحليها وقوله بها من ربي ربي يسو وحاوي وهو ساجد أي في حال سجوده حليها أما حالتها أما أفعاش وأضون كربي وقوله يمرك كل حجره ومرك سجود سنيهي يعني قلبي يسبع لو دوام وحل مرة والبض إلهي هو جانس تأخذ وعذو تذلل يمسكنه أي كام وقتيه جانسا ومرك قلب الله الله قوله سبحانه وتعالى إنه ربي أن حريسته ربي وافقه إلهي فيه وحساب الجري فأكثر الدعاء الدعاء البضية حل جال سجود أم حيالي ألا دوينه قربنا وقربه خاص كأه مركزي الضوم ضا إلهي عابد ولا منية قربي الضوم ضم بأه ودحية بس ما ولم يدي حديثك فإني قريبا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي باب فضل السجود سجود فضل قريب الباب يا هاي سبحان الله كان اسكجوا هذا بالله توفيق